أهلا بحضراتكم مرة تانية، وأول حواراتنا هنا في البيت الكبير النهاردة معانا يعني الناقد الرياضي المتميز والمعلق الرياضي الرائع صاحب الإحصائيات والأرقام الجميلة الدكتور طارق الأدور. مساء الخير يا دكتور. أهلا بك يا كابتن. دايما يعني سعداء بتكون موجود معانا وبتثري طبعا برنامجنا وحلقتنا. أكيد الله يخليك كابتن هاني، وطبعا بحييك، وان شاء الله نتمنى الايام الجايه دي تكون ايام جميله للكره يا رب المصريه يا رب. وباذن الله يعني تخرج المباراه القمه بشكل يليق بتاريخ مصر اكيد وعراقه مصر باذن الله ان شاء الله. قبل طبعا ملفنا الاساسي ان شاء الله مباراه القمه، بالنسبه مقارنات واحصائيات وارقام كبيره جدا ما بين النادي الاهلي والزمالك في مباراه القمه، لكن طبعا كلنا تابعنا من خلال وسائل الاتصال الاجتماعي والميديا كلها في العالم بتتكلم على رحيل مارادونا. هو طبعا شوف النهارده في ثلاث اخبار الحقيقه سلبيه جدا وزعلتنا جدا. الخبر وفاه مارادونا، طبعا احد اعظم ثلاث لاعبين جم في تاريخ كره القدم. اذا حطينا مارادونا مع بيليه وميسي انا بعتبر ان دول اعظم من لمسوا كره القدم. في لعيبه كتير جت مميزه واخرهم كريستيانو رونالدو الموجود دلوقتي. الاحسن برجاوي يزعل، الاحسن هو من محب كريستيانو رونالدو. لا ما انا بقول في كريستيانو رونالدو وفي لعيبه كتير زي يوهان كرويف، في لعيبه كتير، لكن يبقى الثلاثه دول. لو سالت كده، جيت عملت استفتاء في العالم كله، السبعه مليار نسمه في العالم، هتلاقي واحد واثنين وثلاثة بترتيبات مختلفة. طيب. بيليه ومارادونا وميسي، ده حسب ترتيب الأعمار السنية. فطبعا ده الخبر الأول، وبعدين وفاة الزميل العزيز المقداد محمود مذيع إذاعة شباب الرياضة، واحد من يعني الزملاء الأعزاء أصحاب الخلق الرفيع. والخبر الثالث طبعا حالات الكورونا اللي أصابت لاعبي الأهلي والزمالك، وكنا احنا بنتمنى أن يكون الفريقين بصراحة كل صحيح. جمهور الكرة العاشق لكرة القدم كان بيتمنى ان انت تلعب الاهلي والزمالك يلعبوا كاملين تماما بكل اللعيبة، واللي افضل يكسب صحيح. يعني بغض النظر عن اي عوامل تانية. وبرضو كانت الناس كلها بتتمنى او يعني تتمنى ان ايه ما يكونش للمباراة اي مؤثر خارجي، يعني اللعيبة والملعب وبس، مفيش مؤثر خارجي يأثر على نتيجة المباراة. ادي الثلاث حاجات اللي زعلتنا. لكن يبقى مارادونا طبعا اسم كبير جدا في كرة القدم العالمية. يبقى مارادونا هو زي كده ما بنقول بعض الأسماء المصرية زي الخطيب وحسن شحاتة والأسماء اللي هي حببت الناس في كرة القدم، بعيدا عن إن في نجوم جم كتير جدا، بس في أسماء كده تحس إن الاسم ده خلى لك مثلا 10 20 مليون يحبوا الكورة هم ما لهمش في الكورة. فده مارادونا ممن جعلوا العالم يعشق كرة القدم بالذات. ان بص انا كتير قوي بتكلم في الحته ديت، بقول كره القدم دايما بتسير نحو فقدان المتعه، بندخل عوامل القوه البدنيه ونواحي اللياقه البدنيه اللي كانوا بيسموها المدربين زمان يقول لك مواصفات الخناقه، يعني ايه؟ يعني القوي واحد قوي فبيتخانق وبيجري بسرعه فعشان يهرب من الخناقه، المهم ان ايه دي مواصفات خناقه. لكن تبقى كره القدم وعبق كره القدم في المهاره الفرديه دائما اللي يعلق بذهن الناس. في لعيبه كتير جت المهاره بس، لكن هو ما انجزش حاجه، لكن يبقى اسمه كبير بسبب المهاره، غير اللعيب اللي هو البدني بس ده يعني بعد شويه الناس بنساه، يعني هو بس عمره في الوقت اللي هو بيلعب فيه. فطبعا يبقى مارادونا واحد من الاسماء اللي علمت في النواحي الفنيه وفي كره القدم العالميه، فاسم يعني لن تنساه كره القدم. صحيح. وكنا صحيح. نتمنى ان هو يكون في النهايات يعني حتى برضه مع زياده الوزن والحاجات دي نكون نموذج اكتر من كده، لكن هو طبعا لا شك ترك بصمة لا يمكن حد ينساها. حقيقي حقيقي. طيب.